أفلا يتدبرون؟ مختارات من وحي القرآن لما فيه سعادة الإنسان مع الشيخ الدكتور عبد الله سلقيني. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بعد أن بيّن الله تبارك وتعالى لنا في آيات سابقة، عرضناها في نصوص سابقة، المنافقين، وذكر لنا سلوكيات المؤمنين أيضا وظواهرهم، وسيذكر المنافقين أيضا بعد هذه الآية بظواهر سلوكية أخرى تنبثق من الظواهر السلوكية الأولى في كذبهم وعدوانهم وخروجهم عن أمر الله تبارك وتعالى وحلفهم الكاذب. في هذه الآيات تبدأ بأمر الله لرسوله بجهاد الكفار والمنافقين، وطبعا المؤمنون مأمورون بما يؤمر به الله، بما يأمر به الله رسوله صلى الله عليه وسلم، فالأمر لرسول الله وللمؤمنين جميعا لينفذوا أمر الله تبارك وتعالى. فيقول الله سبحانه: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. يحلفون بالله ما قالوا، ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم، إلى آخر الآية. يا أيها النبي جاهد الكفار. الجهاد تعريفه في اللغة بذل الجهد واستفراغ الوسع في سبيل أمر ما. تقول: ابني جاهد في فهم درسه، فلان جاهد في كسب رزقه، يعني بذل جهد ليربح ويشتغل ويستفيد الرزق والمال. فهذا المعنى العام للجهاد، بذل الجهد واستفراغ الوسع في سبيل أمر ما. أما الجهاد في سبيل الله فهو بذل الجهد واستفراغ الوسع لجعل كلمة الله هي العليا. ما معنى جعل كلمة الله هي العليا؟ أي لجعل دين الله هو السائد، لدعوة الناس حتى يطيعوا الله ويتحرروا من العبودية لغير الله، أن يكونوا سائرين في سلوكهم وفي أعمالهم وفي اعتقادهم عبيدا لله، لأنهم خلقوا للعبادة. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. خلقهم من أجل هذا، وأعطى الله الإنسان العقل وهداه النجدين، يعني أعطاه حرية الاختيار في الدنيا، يختار الحق أو يختار الباطل، يختار الكفر أو يختار الإيمان، يختار المعصية أو يختار الطاعة. الله تبارك وتعالى هو الذي أعطاه حرية الاختيار، وسيحاسبه على اختياره حرا، لا يجبره على شيء، ولكن لا يفعل شيء رغما عن الله، كل ذلك بأمر الله وقدر الله وخلقه. الله خلقكم وما تعملون. فالمؤمن ليس أرهابيا، انتبهوا. الجهاد لا يجبر به أحد على الدخول في الإسلام، لا، لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، الله سميع عليم. ما في إكراه، ما في إرهاب. المسلم ليس إرهابيا. من هو الإرهابي؟ اللي دينه دين الباطل، يريد أن يعبد الناس له عن طريق أهوائهم وشهواتهم. مثل عندما قال مسيلمة الكذاب: محمد يمنعكم عن الزنا، محمد يمنعكم عن الخمر، اشربوا الخمر، والنساء عندكم افعلوا ما تشاءون. ليش النساء عندهم يفعلون ما يشاءون؟ النساء عبيد ليش للرجال؟ لا، المرأة إلى كرامتها، إلى بيتها، إلى هذا ما يهمه، يمنحهم شهواتهم حتى يكونوا جميعا رجالا ونساء عبيدا لهم. إذن الإرهابي هو الذي يجبر الناس ويكرههم على أن يطيعوه لمصلحته، لتسلطه. أما المؤمن فهو يجاهد لله
ما معنى لله؟ أي يبذل جهده لجعل كلمة الله هي العليا. وما هذا الجهد الذي يبذله المؤمن؟ يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين. بما يجاهدهم؟ الجهاد يبدأ بالكلمة، الأمر المعروف نهي عن المنكر، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، دعوتهم إلى الله، نبين لهم ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن، نبين لهم أن الدين هو تحرر من العبودية لغير الله، لأن البشر يريدون منكم مصالحهم. أمريكا عندما تستعبد الناس وتقتل وترسل جيوشها وأساطيل، أقول لك مصالحنا. ليش خيو مصالحكم أنتم بس ومصالح الشعوب الأخرى الذبح سيلان دماء؟ لا، هذا هو الإرهاب. أما نحن المسلمون جاهد الكفار، أي بذل الجهد حتى توجههم وتعرفهم بالله بالدعوة إلى الحق. طيب، قد يقول قائل الجهاد ينقلب أحيانا إلى جهاد مسلح يعني قتال. نعم، والقرآن أمر بهذا، فلماذا القتال؟ وكيف تقولون لا يجبر؟ نعم، القتال لا لإجبار الناس على الدخول في الحق أبدا، القتال يكون لمن وقف في طريق حرية الناس. عندما نمنع من بيان الحق للناس يعني بصراحة ما في حرية، عندما نمنع من حريتنا يجب أن نبذل الجهد لنتحرر. ما أفلحنا واستعمل عدونا معنا السلاح للفتك بنا ولإرهابنا، نقاوم هذا الإرهابي من أجل أن نحرر النساء والأطفال. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء إلى آخر الآية. فنحن نقاتل لنحرر المستضعفين الذين تسلط عليهم الظلم، فإذا حررناهم يدين النصراني بنصرانيته والكتابي بكتابه يفعل ما يشاء. لا علاقة لنا بإجبار الناس. الذي يجبر الناس على دينه الفاشل الفاسد الشيطاني وعلى الخضوع له هذا دينه. الذي يجبر الناس على ذلك هو الإرهابي. أما الذي يتحرر من المتسلط ليس بإرهابي، إنما هو متحرر ويدعو الناس إلى الحرية، يدعو الناس إلى الحرية. فربنا عندما يقول جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، يقول ابن عباس أمر الله تعالى بجهاد الكفار بالسيف والمنافقين باللسان وأذهب عنهم الرفق. المنافقون عندما يشتطون ولا ينفع معهم سياسة التغاضي يجب أن نشد عليهم بالكلام وباللسان وأن نعاملهم بقسوة وبعنف حتى يشعروا أن المجتمع مصلحته أهم من مجتمع الأفراد، أهم من مصلحة الفرد الفاسد فيه، فيتوقف عن فساده. أما أن يعيش ساكنا يبقى كافر، يبقى منافق، ما حدا يتدخل معه ولا حد يجبره، ولكن بحاله مو ينشر الكفر والفساد بين الناس، مو يكون منافقا قلبه مع اليهود وينفذ مخططاتهم، أو مع أمريكا ينفذ مخططاتهم لحساب اليهود ويعمل على قتل وعلى التجسس على شعبه وعلى أمته. هذا المنافق ليس منا ولسنا منه، ولو تكلم بلغتنا كما أشارت أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ذلك. فالمنافقون يجاهدهم بقسوة عندما ينكشف حالهم ويشتطون، أما إذا بقوا بنفاقهم السري نعاملهم بالمجاملة. ولكن ربنا يقول بعد الأمر بجهادهم ومأواهم جهنم وبئس المصير، بئس المصير الذي يصيرون إليه في جهنم والعياذ بالله تعالى، بئس المصير، بئس المصير الذي يصيرون إليه في جهنم، نسأل الله العافية. طبعا قال الله تعالى في آية أخرى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. ليش الدرك الأسفل من النار؟ في كتير أنواع في جهنم لها سبعة أبواب، الحطمة والجهنم وإلى آخره، وهناك التوابيت من النار من كل جهات ومن فوقه غواش من النار ومن تحته. أما المنافقون في الدرك الأسفل، لماذا؟ لأنهم أسوأ أنواع الكفار، يفسدون المجتمعات الإسلامية
ولذلك إذا لم يرتدعوا وبدأوا يخططون على المكشوف ينبغي أن يعاملوا بقسوة، لا لإرهابهم، لست إرهابيين، ولكن ليقفوا عند حدود المجتمع. تنتهي حريتك عندما تبدأ حرية الآخرين. ومأواهم جهنم وبئس المصير، بئس المصير الذي يصيرون إليه. ثم يبين الله تبارك وتعالى شيئا من سلوكياتهم في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وهم على ذلك في العهود الأخرى، يحاولون قتل المؤمنين، يحاولون إيذاءهم، بعد أن أغناهم الله بالإسلام يكرهون الإسلام والمسلمين. اسمعوا إلى قوله تعالى: يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا، ليش نقموا من محمد والمسلمين والإسلام، وما نقموا إلا أغناهم إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله، فإن يتوبوا يكو خيرا لهم وإن يتولوا يعرضوا عن الحق يعذبهم عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير. قال قتادة: نزلت أول هذه الآيات في عبد الله بن أبي. عبد الله بن أبي بن سلول هو رئيس المنافقين في المدينة، زعيمهم، زعيم المنافقين في المدينة. ماذا دفعه إلى النفاق؟ انتبهوا يا إخواني، ما الذي جعله منافقان؟ كان هو زعيم، وكانوا شبه في اتفاق بين الأوس والخزرج أن يتوجوه ملكا عليهم، بدهم بقى قيادة وخلاص ينتهوا من الحروب ويتوحدوا، ولكن سيتوحدون على ما؟ الدنيا. جاء الإسلام فوحدهم من قلوبهم ومن ظواهرهم على الله، فكانوا سيتوجونه ملكا وكانوا ينشئون له الخرز. فلما جاء الإسلام وآمن أهل المدينة، بدأ الإسلام يدخل للمدينة وآمنوا، ثم بعد أن آمن قسم كبير منهم جاء الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى المدينة، انزعجوا مثل ما بنزعجوا بعض المنافقين عندما يأتيهم مهاجرين يقتلون ويضربون وتجري عليهم الجرائم الإنسانية فيهربون مستجيرين بالناس مما كانوا من الناس، فيدخلون إلى دولة ثانية وإذا بأهل الدولة الثانية مو كلهم، لا، المنافقون منهم يتضجرون من هؤلاء المهاجرين إليهم ويريدون أن يخرجوهم وينعتوهم بكلمات. اسمعوا إلى الآية القرآنية: يحلفون بالله ما قالوا. ماذا قالوا؟ هذه الآية نزلت في عبد الله بن أبي، وذلك أنه اقتتل رجلان جهني وأنصاري. الجهني من جهينة المهاجرين، والأنصاري من الأنصار في المدينة. فعل الجهني على الأنصاري، غلبه، فقال عبد الله بن أبي للأنصار: ألا تنصروا أخاكم؟ قلوا اقتلوا هذاك، هذا منكم، والله ما مثلنا ومثل محمد إلا كما قال القائل: سمن كلبك يأكلك. وقال، قال هذا عبد الله بن أبي بن سلول: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجنا الأعز منها الأذل. يعني هو عزيز وجماعة من أهل المدينة عزة، وهؤلاء المهاجرين ذليلين ليطردهم، يعني مثل ما الآن يشيع بعض الملاحدة والمؤمنين، المؤمن لا يقول هذا، الملاحدة والعلمانيين والفجار والكفار يعلنون كلمة الكفر ويريدون أن يخرجوا المؤمنين الذين لجأوا إليهم. لماذا لجأوا إليهم؟ لأنهم مؤمنين ظلموا بأنهم مؤمنون، فيريدون أن يخرجوهم، لا يريدون الإسلام ويريدون المسلمين، يظنون أنهم ضيقوا عليهم معايشهم، ضيقوا من ناحية، ولكن أيضا عندما يدخل أشخاص إلى بلد أخرى يحركون العجلة الاقتصادية نوعا ما، فيتضرر أناس وينتفع آخرون. فالمنافقون لا ينظرون إلا إلى الضرر، لا ينظرون إلى المصلحة الإنسانية ولا إلى المصلحة الإيمانية، لا، يعتبر المسلمين كلاب وينبغي أن يخرجوا. وهكذا يجعل بعض الدجالين الذين كنا نظنهم مؤمنين يجعل عداوته أو دعايته الانتخابية أن السوريين يخرجوا وأنه سيكون مع اليهود ويعود علاقته مع اليهود. هذا تلميذ يهودي، حمير يهود، وما عرف نفسه، ليعرف نفسه وليعرفه الناس، كنا نظنه من المسلمين والله من جماعة الإسلام.
نعود إلى الرواية وأبدأها من أولها. نزلت هذه الآيات في عبد الله بن أبي، وذلك أنه اقتتل رجلان، جهني من جهينة وأنصاري من الأنصار، فعلى الجهني على الأنصاري، فقال عبد الله بن أبي للأنصار: ألا تنصرون أخاكم؟ والله ما مثلنا ومثل محمد، يعني المسلمين اللي جاءوا معه، إلا كما قال القائل: سم كلبك يأكلك. يقول عن محمد صلى الله عليه وسلم وعن المسلمين معه أن هذول كلاب إذا قيوا بده يضرونا. وقال أيضا عبد الله بن أبي: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فسعى بها رجل، يعني سمع الكلام رجل من الشباب المؤمن، وذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال له عبد الله بن أبي يقول: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فأرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرسل إلى عبد الله بن أبي فسأله، قال له: أنت قلت لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل؟ فجعل يحلف بالله ما قاله، أحلف كذب هو قال. فأنزل الله تصديق هذا المسلم الذي نقل الخبر بقوله تعالى: يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر، إلى آخر الآية. فشتم المؤمنين أو شتم رسولهم والدعوة إلى إخراجهم من ملجئهم هو كفر صريح للمنافقين، يعني كانوا متستروا أنهم مسلمين مع المسلمين، ظهر كفرهم. يحلفون بالله ما قالوا كلمة الكفر، سماها الله كلمة الكفر، وكفروا بعد إسلامهم. وروى الحافظ البيهقي في كتاب دلائل النبوة عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: كنت آخذا، استمعوا إلى أعمال أخرى من أعمال المنافقين، يريدون أن يغدروا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ويغدرون بالدعاة إلى الله، ويقتلون العلماء والمجاهدين مثل ما يفعل هذول يسموهم داعش، وقتلوا المسلمين قوات الكتائب الإسلامية على هذول الكفار، وبتركوا المجرمين النصيريين اللي عمال يجيبوا لنا الاحتلال من روسيا ومن الآخرين هذول إيران والعياذ بالله تعالى، يقتلون المؤمنين ويقولوا هذا كافر، هؤلاء مثل هؤلاء المنافقون. عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: كنت آخذا بخطام ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم أقود به، وعمار، عمار بن ياسر، يسوق الناقة، يسوقها اللي بسوقها من خلف اسمه سائق، حتى إذا كنا بالعقبة، العقبة مكان ضيق ومنحدر شديد، فإذا أنا بإثنى عشر راكبا، 12 راكب راكبين على فرس على خيل، قد اعترضوه، اعترضوا الرسول صلى الله عليه وسلم من أجل، طبعا جاءوا أمامه حتى يلفوا عليه ويقع من الناقة ويتكسر ويموت. قال فانتهرهم، لما جاءوا أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فانتهرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصرخ بهم فولوا مدبرين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل عرفتم القوم؟ قلنا: لا يا رسول الله، كانوا ملثمين ما عرفناهم، ولكننا عرفنا الركاب، عرفنا نوع الخيل والنوق التي يركبونها. قال: هؤلاء المنافقون إلى يوم القيامة، وهل تدرون ما أرادوا؟ قلنا: لا يا رسول الله. قال: أرادوا أن يزاحموا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العقبة فيلقوه منها حتى يقع ويموت. قلنا: يا رسول الله، أفلا نبعث إلى عشائرهم حتى يبعث كل قوم برأس صاحبهم؟ عشائرهم بيعرفوهم، يعني عرفنا الركاب، خلي يساوي تحقيق ويجيبوهم وتقتلهم. قال: لا، أكره أن يتحدث العرب بينها أن محمدا قاتل، حتى إذا أظهره الله ما عاد يجرؤ هؤلاء المنافقون أن يتحركوا. وأيضا أيها المؤمنون، إذا أظهركم الله بإذنه سبحانه وتعالى وبفضله وبوعده، عندما نعود إلى الله ونستغفر ذنوبنا، إذا أظهركم الله ينكفئ هؤلاء المنافقون من داعش ومن غير داعش، كلهم كذابين يشتغلون لحساب العدو والعياذ بالله تعالى. وطبعا عندما نزلت هذه الآية في قوله تعالى: وهموا بما لم ينالوا، يعني هموا بقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينالوا ذلك. وأيضا المنافقون في العصر الحاضر يهمون بمخططات وبتخطيطات يرسمها لهم الغرب والشرق ليتظاهروا بالإسلام وأنهم مسلمين وأنهم أمراء من المسلمين. وقلت لكم مرارا أن الأمير المجهول
لا تصح ولايته ولا تصح يعني بيعته. ما يبيع المسلم شخص مجهول، حتى لو كشف اللسان عن اللسان عن وجهه وخطب بالناس قال عرفوه فلان وزكى عرفوه، لم نعرف عنه لا دينا ولا صلاحا ولا استقامة ولا دعوة إلى الله، ولم نعرف ولا نعرف عنه علمه بالله وعلمه بشرع الله، كيف يكون هذا خليفة للمؤمنين؟ هذا خليفة للشيطان أو خليفة لأمريكا. فهؤلاء كلهم دجالون كذابون أتباع الشيطان أتباع أبليس، يهموا بقتل المسلمين ويهموا بتضليل المسلمين، ولكن لن ينالوا ذلك لأن ديننا واضح. أظهر الله لنا الحق من الباطل، ورسوله صلى الله عليه وسلم بين لنا الخط والطريق المستقيم، فلا يمكن لهؤلاء أن يدجلوا علينا، ولا يمكن أن يصلوا إلى أغراضهم في قتلنا وفي إزالة المسلمين. قد يقتلوا بعض المؤمنين من الكتائب الذين هم من أهل الشريعة ومن أهل الدين ومن أهل العلم، قد يقتلون البعض، ولكن لن يستأصلوا شأفة الإسلام، كما فكر المنافقون الأوائل بقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم لاستئصال الإسلام. لن يهموا، لن ينالوا ما يريدون، وهموا بما لم ينالوا، يعني لم ينالوا غرضهم. فالمنافقين هنا ظواهر سلوكية يستترون فيها أو يسترون فيها كفرهم خمسة. الظاهرة الأولى يحلفون بالله ما قالوا، وتصرفوا تصرفات وبحلفوا كذب. اسمعوا وسائل إعلام الكفار والدجالين كلها كذب، كلها كذب. وبعض الأشخاص اللي بيطلعوا في وسائل الإعلام بحلف لك أيمان وما أدري إيش، ولا على مين؟ على ربه فلان وربه كذا الطاغي المعين. نحن ربنا الله وهو كذاب، يقول كلمة الكفر عندما يطلب من الناس طاعة الطاغية الكافر الفاجر فهو كافر فاجر مثله، وأعلن كلمة الكفر. والظاهرة الثانية وقالوا لقد قالوا كلمة الكفر، قولهم كلمة الكفر عندما أعلنوا أنهم والعياذ بالله تعالى يخرجن العز منها الأزل. والظاهرة الثالثة يعني عندما يدعون المجتمعات إلى طرد المسلمين لأنهم مسلمين ولأنهم التجأوا إليهم، هذه كلمة الكفر. والظاهرة الثالثة وكفروا بعد إسلامهم، بعد الصبر الطويل على كتم ما في قلوبهم من الكفر ما عاد يتحملوا، ظهر كفرهم بأكلامهم. مثل ما قلت لكم أحد الأشخاص دعايته الانتخابية ماذا؟ هذول جاءوا من سوريا، هذول أخطأت الدولة ودخلتهم، لازم تطردهم، خلي يقتلهم هذاك السفاح عميل إسرائيل عميل اليهود. وأيضا الشيء الثاني اللي هو من دعايته الانتخابية سيعيد العلاقة مع اليهود مع إسرائيل، يعني طبعا أسياده هذول المنافقون قلوبهم مع يهود، هذه دعايته الانتخابية. فأظهر كفره والعياذ بالله تعالى، وأظهروا وكفروا بعد إسلامهم، وهموا بما لم ينالوا. يحاول أعداء الله من المنافقين دائما أن يصلوا إلى إضعاف المسلمين وإلى الفتك بالمؤمنين وإلى الفتك كما بدأ رئيسهم بالأول فتك برسول الله صلى الله عليه وسلم، فأيضا الله تبارك وتعالى يفسد خططهم ولا ينالوا ما هموا من أجله. والظاهرة الخامسة وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله، إنهم ناقمون من الإسلام ومن رسول الإسلام ومن المسلمين. لماذا؟ لأن الله أغناهم بالإسلام، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. دولة من الدول كانت إلحادية يحكمها سموا حالهم العلمانيين، يعني ما لهم دين، ما لهم دين، ما لهم دين، اصطفلهم ما لهم دين، ولكن يحكمون الناس بدين الغرب بتبعية الغرب أو الشرق، فكانت الشعب فاسد وكانوا يعني يحكم بالحديد والنار وبالانقلابات العسكرية وفسد اقتصادهم. حتى كنا عندما نأتي في الصيف لزيارة هذا البلد الليرة تبعتنا أو الريال السعودي نشتري فيه ألفات من ليرته اللي ما لها قيمة. عندما عادوا إلى الله بخضع ثابتة ما أجبروا أحد على الإسلام، لا، إنما تمسكوا بالحرية وبالديمقراطية وبالكذا، فنتج من ذلك أن
أمسك بالحكم أشخاص مؤمنون. ماذا حصل عندما أسلموا وضعهم العام؟ ماذا حدث؟ أغناهم الله ورسوله، صار اقتصادهم ما في منه، صارت حالاتهم سعيدة، صرت تدخل إلى البلد كانت مثل الخرابية، أصبحت ترى الحدائق والألعاب للأطفال وكأنها بلد أحسن من البلاد الأوروبية التي تدعي التقدم وتدعي الرقي. صار اقتصادهم عظيم بعد أن كانوا مدينين بالمليارات، صاروا هن يدينوا، ما عاد عليهم دين، يعني أغناهم الله من فضله. طيب لماذا ينزعج هؤلاء المنافقون؟ لأن الله أغناهم، بدل أن يشكروا الله وأن يشكروا هؤلاء الذين قاموا على حكم على أمر الله وساروا مستقيمين ولم يسرقوا ولم يغشوا، فأصبحت الأرض في غنى وفي خيرات كثيرة، كما قلت لكم قوله تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وقال تعالى: فإن يتوبوا، هنا في الآية فإن يتوبوا فهو يكون خيرا لهم، يعني توبوا عن نفاقهم ويرجعوا إلى الله ويقروا بأن الله هو الذي يطاع للمخلوق من شرق أو غرب، إن يتوبوا يكون خيرا لهم، طبعا خيرا من النفاق، يكونوا أحرارا، يكونوا منفتحين على ما أنزل الله. وإن يتولوا، يتولوا يعني يعرضوا عما أنزل الله، ما بده يتوبوا، يتموا على نفاقهم وربط قلوبهم باليهود في إسرائيل وفي غيرها، ربط قلوبهم في أعداء الله في الشرق أو في الغرب، ما بده يتوبوا. معذبهم عذابا أليما، يعذبهم الله عذابين، عذابا أليما في الدنيا والآخرة. العذاب الأليم في الدنيا المعجل، إزلال في الدنيا، هؤلاء المنافقون ذليلون، ويكون ذلك بالقتل والمصائب والأمراض والأوجاع والرزايا والهم والغم الذي يصيب قلوبهم. المؤمن كما قلت لكم قبل قليل: عجبا لأمر المؤمن، أمره كله خير، إن أصابه سراء شكر فأجر، وإن أصابه ضراء صبر فأجر. عم بشعر أنه هذا الله ابتلاه، يصبر لله ويزيل هذا الضراء عنه بما شرع الله تبارك وتعالى دون عدوان على أحد، فيصبر فهو خير له، لأن الله سبحانه وتعالى يكفر عنه سيئاته ويرفع درجاته إذا لم تكن له سيئات. فهذا المؤمن، أما الكافر والمنافق والعياذ بالله تعالى في الخزي والإزلال والألم والقتل الذي يصيبه ويصيب جماعته. هؤلاء الذين يعتدون علينا في سوريا عندما يقتل بعضهم إلى أين يذهبون؟ إلى جهنم وبئس المصير. هم يقاتلون من أجل لزائز الدنيا وكذا، راحت الدنيا، جملك الموت وقتلوا فطايز. أما المؤمن يعلم لماذا يقتل، يقتل في سبيل الله. أما الكافر والمنافق يقتل في سبيل ماذا؟ في سبيل روسيا، كما أعلن وزير خارجية دولتنا، في سبيل روسيا. روسيا هي التي تحتل أرضنا، لعنه الله وأخزاه إذ يعلن كلمة الكفر والعياذ بالله تعالى هذا الفاجر الكافر، هو ورؤساؤه ومن سار على سيره. هذا العذاب في الدنيا، أيضا العذاب الأليم في الدنيا، في عذاب في الآخرة أليم، عذبهم في الدنيا والآخرة. العذاب الأليم في الآخرة بالإحراق بالنار والنكال في جهنم خالدا فيها أبدا. وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير، ما أحد يستطيع أن ينصرهم في الدنيا عندما يأتي ملك الموت أو عندما ينزل الله فيهم عذابا دنيويا. ليس أحد يمنعهم من الله ولا يخرجهم من عذابه أو ينصرهم، ولا يمكن أن يحصل لهم خير ولا يدفع عنهم شرا في الدنيا، لأن الله هو المتحكم في الدنيا وفي الآخرة. ومن كانت نظرته ساقبة وعقله موجود ينظر ماذا يحل سابقا وسيحل بإذن الله في المنافقين والكفار الذين يتسلطون على المؤمنين، سيخزلهم الله في النهاية، وإن ماتوا ماتوا إلى جهنم وبئس المصير، خسروا الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. اللهم عجل عليهم واشرح قلب صدور المؤمنين بتخلصهم من تسلط الكافرين الفاجرين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أفلا يتدبرون؟ مختارات من وحي القرآن لما فيه سعادة الإنسان، مع الشيخ الدكتور عبد الله سلقيني.